السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في الدرس 99 مع كلمة مهمة جدا، كلمة both. both هيا نتعلم استخداماتها وأهم المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس، أما الدروس السابقة تجدها أسفل هذا الفيديو. كلمة both تأتي بعدة معاني، على معنى على حد سواء، كلا، كلاهما، أو كلتا. both هيا نتعلم استخدامها. مثال أول: he was blind in both eyes. He was blind in both eyes. في كلتا العينين، كان أعمى في كلتا العينين. He was blind in both eyes. كرر معي: he was blind in both eyes. ممتاز، حاول تكرار هذه الجملة 5 مرات حتى تتقنها باللفظ الصحيح، واكتبها في كراسك أيضا. مثال الثاني: He makes the audience both laugh and cry. جيد، الجملة معناها يجعل الجمهور يضحك ويبكي معا. He makes the audience، كما مرت علينا كلمة audience سابقا في الدروس السابقة. He makes the audience both laugh and cry. He makes the audience both laugh and cry. جيد، حاول تكرارها بصوت مرتفع 5 مرات حتى تتقن اللفظ الصحيح بشكل جيد، واكتبها في كراسك، واكتب جميع العبارات. أما المرادفات لكلمة both: together سويا، the pair الزوج، زوج من الأشياء يعني قطعتين أو شيئين أو شخصين. the pair the couple الثنائي. هذه أهم المرادفات لكلمة both. أما الآن حاول أن تكتب جملة مستخدم فيها كلمة both. استخدم كلمة both في جملة واكتبها في التعليق حتى استفاد منها الآخرون أيضا. شكرا لكم على المتابعة، وانتظرونا في الحلقة رقم 100 مع كلمة جديدة ومهمة جدا، كلمة budget. سوف نشرحها بالتفصيل، انتظرونا قريبا. شكرا لكم وإلى اللقاء.